حلقة النهارده احنا هنعمل مع بعض سوشي لكن الحلقه دي وسام مش هيطبخ لوحده في ضيفه شرف النهارده احنا هنعلمها ازاي تعمل سوشي بسهوله جدا في البيت حلقة جديدة في مطبخ 101 uh, النهاردة uh, هنعمل سوشي من الآخر يعني وسام من سوشي النهاردة لكن ال, ال, ال... أنا دايماً بتكلم في نقطة uh, لما باجي بتكلم على الطبيخ أنا دايماً بقول إن فن الطهي إن ال, إن الواحد ي, ي, يركب uh, سوشي uh, يعمل صوص يعمل ستيك بحاجات جانبية ده فن دي بحاول uh, بحاول أنقلها لكم بشكل او باخر لكن في احنا عارفين ان في في نوع فن احنا متعودين نشوفها ونسمعها بالذات الاغاني ده فن فن راقي جدا فضيفه النهارده فنانه دعاء السباعي اتفضلي يا فندم هاي هاي اخبارك إيه؟ الحمد لله كل... انت عامل ايه الحمد لله كويس طب احكي لي انت ما تعرفيش تطبخي صح لا <applause> لازم اضحك <إلي. تصفيق> بس ايه إحنا... مش قوي يعني الحاجات الطبيعيه بعرف اطبخها بس ما يعني ما عنديش الباشن يعني طب طبيعيه زي يعني يعني بيض ملوخيه ورز بيض اوكي ملوخيه ورز ومكرونه طب لطيف ماشي <applause> يبقى لا طب يعني انا يعني... يعني كنت فاكره ان يعني انت مش عارفه تعملي كوبايه شاي يعني لا بعرف مش قوي كده طب ماشي اوكي ما لو سمحت لا السوشي سهل جدا السوشي مبني على احنا احنا في انواع السوشي في مثلا ممكن يبقى سوشي من غير النوري او اعشاب البحر كده مجفف ومش عارف ايه وكل الكلام ده ده ممكن يبقى كوره في الماكي رولز او الماكي ماكي زوشي اللي هو اللي احنا متعودين عليه اللي هو بيبقى ملفوف ومتقطع وكل الكلام اللطيف ده وفي النجيري اللي هو بيبقى بلاطه رز وعليها ال... ما عملتهاش قبل كده عامه هي كلها نفس ال... هنعملها لا مش هنعملها النهارده احنا هنعمل ماكي يلا بينا يلا بينا طيب انا عايزك دلوقتي اول حاجه تعمليها ان انت تاخدي ال... الخيارايه ال... ايوه دي ومعاك المقشره قشري لي الخيار ماشي تمام طيب. وانا ال هاخد بس بلانش من وراك كده ايه اتقشرت معايا يا وسام لا انا معاكي انا مركز معاكي طيب انت بقول لك اتقشرت معايا كنت انها مش تتقشر <تصفح> لا 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 ايه هي بس ايه طب ما ايه اساعدك؟ لا طب هيغششك طيب؟ لا هاي. الورق النوري لازم يتحمص ما يتاكلش ناي يعني ما يتحطش <تصفح> ناي كده فعلى طاسه كده ايه سخنه نمشيها شويه يا دوب مش كتير ماشي ده في واحد اصلا بيبقى شغلته يحمص اللي هو يحمص اه هو طول اليوم بيبقى قاعد كده مربع وعنده البتاع وعمال يعمل كده طيب تعرفي تمسكي سكينه؟ امم مش قوي كده يعني اوكي اتفضل خيارتك؟ لا ما انت تفضلي انا ما بحبوش اصلا ماشي آه خدي بقى سكينه وقطعيها اربع تربع بالطول هو احنا بن... السوشي طبعا عشان يبقى باين بقى ال... الحاجات من, جوه التقطيعات مهمه جدا في ال كمنظر يعني؟ كمنظر اه طبعا. مم. ده رز ابيض مسلوق عادي جدا هو معجن بقولك سيكا. إيه؟ طب بقول لك ايه؟ هعمل بقى كده صح؟ لا طب مش. لا لا بس إنتي هتعمل بقى حركه شايفه بقى الحته دي اللي فيها البذر؟ اه جابي السكينه كده وطلعي بس ال... البوز منه. مم. فهمتيني؟ كيرفول. ماشي ناخد بقى اوكي يا اختي عليا والله طب اوريكي طريقه سهله لا لا بردي يحب لا برضه لأ طب امسكي الطرشونه بتاعتك الاول ماشي بس يمسكيها كده على الجنب بس من هنا فكره لطيفه برضه طب خلاص خلاص لا بفهم والله خلاص شويه خل رز سنه ملح عملت <applause> ايه <applause> 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 ده الرز ها. ابيض مطبوخ عادي مطبوخ على البخار مش. حطيت شويه خل رز شويه سكر مش. سكر سكر شويه قليلين جدا يمين مم. بس ونقعد ايه نحركه كده وندخله في وسط الايه التتبيله امم يبقى معانا كده معجن شويه انت اصلا معجن اللي عايزينه يلزق يعني هو الرز لازم يلزق مع بعضه. في بقى طبعا الكريسبي رول والحاجات الثانيه دي انا ماليش فيه صراحه احلى حاجه اصلا انت بتحب الكريسبي رول انا اول ما جربت السوشي اول مره جربته كري... فرايد من م... م... هو المقلي من بره ده ايوه كده عملنا البتاع دي ناخد نرمي الحاجات دي في الباسكت اللي تحتيكي ماشي هنبتدي نركب السوشي اوكي ياي طب انا هعمل واحده استنى طيب ما انت هتركز معايا ما انا بس احضر ال... احنا حضرنا كده ميزان بلاس ميزان بلاس يعني كل حاجه في مكان يعني عملنا التحضيرات ميزان بلس ميزان بلس اوكي اتس نايس كده فرنش كده كلام لطيف اه فرنش عشان كده قلت برضه بس ما هو اساس اساس الطبيخ اساس الفن الطهي يعني فن الطهي از از المطعم المطبخ الفرنساوي يعني ده الاساس انا البتاع ده عمال يزعق لي وانا مش طايقه سو اوكي so, okay. حطينا بقى البتاع ده في جنبنا ميه عشان لو الرز لزق في ايدينا بنقوم منزلين ايدينا في الميه على طول عشان بس الحاجات دي بس ناخد بقى ده ونرص عايز اقول لك انا اول مره احنا عمل انا عملت سوشي قبل كده في البرنامج ها. والحقيقه مش كتير اللي يعرفوا الموضوع ده, ده كان اول مره اعمل سوشي في حياتي يعني على طول كده يلا بينا اه وسام هيعمل سوشي اه كان اول مره اعمل سوشي فهي هي سهله بس سهل هي محتاجه بس جمديه قلب يعني ليه؟ يعني في ناس انت ب... مثلا انت بتخافي منها انا بخاف منها؟ انا يعني انت بتقولي انا مش عارف اعمل سوشي وحاجات صعبه دي حاجه سهله آه، جدا اه اوكي بس هي تكنيك فانا دلوقتي ايه عشان ايديا مبلوله شويه مم. فانا بعرف ايه اشكل الرز اوكي بعد كده بناخد ال... آه، انتي عادي من بقى اه انت هتنولينا دل... بعتي لي بقى ده دل... ده الكابوريا اوكي ده كراب صح؟ اه كراب ده ده مش مش كراب مش كابوري حقيقي ايوه أيوة, ايوه عارفه, عارفة اه ايميتيشن كراب وكل الكلام اللطيف ده. <applause> آه لا هزود بقى شوية رز معلش. انت ما بتحبيش الوسابي بقى؟ يعني انا فاكر ان انت كنت بتحكي لي ان انت ما بتحبيش <applause> الوسابي. لا هو اصلا ما يتحبش انت غريب. لا ده, ده, ده انت غريب بموت فيه بجد انت غريب بموت فيه <applause> احنا قبل قبل بتاعت كان في مسابقة مين يقدر يستحمل الوسابي حتى انا معلقه محترمه يعني يوو. لا it's good stuff. لا از جود ستاف لا لا طب باس مي ذا اه ناوليني ال خياره آه, ايوه دي خياره محضة. خياره ماشي ما انا بنسى <applause> واحده تانية طيب طيب عشان نشوف بقى بستخدم <applause> الحصيره نفسها بستخدم <applause> اللفه دي جايبها مش هقفلها دلوقتي انا عايز اخلي الرز يبقى ايه محوط على ايوه ايوه الحاجات اللي جوه اوكي okay. وبعدين هكتمها بشد من هنا وبكتم، وده اللي بيقفل لي الرول ده اللي بيقفل لي الشكل منظر الرول <مم> شايفين موزع هنا البريشر يعني موزع الضغط جميل بس رولد كده افتح افصل <applause> دي عن دي كده دي لزقت سنه ميه هنا اخر إيه تقفيل كده جست عشان ايه انا هفشل وش لا 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 على فكره ده هيبقى بس خدي وقتك وانت بتعمليها خدي وقتك بس. اوكي دلوقتي هنقطع سكينه تكون حاميه شويه لزقت اه لزقت انزل يا ما شاء الله انبهرت جدا بص ادي كده كاليفورنيا رول سهل جدا يعني ينفع اكل؟ يلا بينا بجد؟ اه اجيب لك شويه سوي صوص اه عايزه جنزبيل مخلل؟ عايزه طب جنزبيل مخلل؟ ده انا هعمله بنفسي حتى هاته طيب

بل ما عمل انا برزنتيشن كده خفيف لا تعالى بس ما تعمليش برزنتيشن بس تعالى بس فكرني هنحط الرز الاول حط الرز الاول نزلي ايديكي في الميه شويه عشان الرز ما يتزقش في ايديكي اوكي مش لازم تاخدي هبرايا كده <applause> انت هتاخد <حط> هبرايا <applause> ايوه بقى عشان هي كبيره طب ما يعني ايه يعني وانا محترف ما بطاطيه يعني. بس زي هبطاطيها المهم يعني <applause> طيب يلا ها اه هات لا مش ده كان ده الاول مش مشكله بقى ده او ده يوم ممكن بيخش جنب بعض يعني اوكي ها. <applause> كمان ماشي حطها فين دي يا وسام جنبها جنبها جنب اختها ما ده هيتزنق يا وسام مش هيتزنق انت هتطش تفضلي ميرسي اتفضلي يلا بقى كان ايه بقى اللي بيحصل كان ده اه انت بتستخدمي الحصيره ان انت بتجم انت عايزه تخلي الـ 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 الرز أيوة. يحوط حوالين الايه الميكس اوكي حلو قوي شدي بقى ثبتي ده هنا ها. شدي بقى لا شدي بقى من, من... يعني وزعي كده ايديكي وشديها مره واحده اهو حلو قوي شوفي بقى الحصيره منه وقفلي اه بيرفكت فيري نايس قفلي اللفه بقى بتاعتها اللي فيها كده اللي فيها اللي فيها فيري نايس nice. واضغطي ود... عليها خلاص كده خلاص كفايه <تصفيق> <تصفيق> عندنا ايه بقى بصي هوريكي حاجه هوريك ال... يعني انت صغيره شويه انت... عشان على قد مطلعها انت مطلعها كده انت مطلعها مثلث شويه طب شوي. حلو مثلث من بقى. يعني آه تنوع نعمل في تنوع. المنظر تمام <applause> كل <نوع> واحد ومزاجه <applause> انت بتعمل الدوائر انا بعمل مسلسلات مش عارفة اعمل في دي <applause> استنى انا هقول تقطعتش اصلا لا وحاميه ومش حق. <applause> <applause> لا هتتقطع طيب طلعي سلايس كده ماشي ده ده بتاع الشاف عامه محدش بياكله ايوه في النصف عليا اقسم بالله يعني بصي يعني اول مره اول مره تعمليها لا لطيفه جدا لا بجد حلو لا برافو عليك استني عليا لا لا خالص على التلفزيون ده طيب احنا دلوقتي احنا هنطلع فاصل لما نرجع بقى هنخش على التقيل شويه يعني هنعمل آه سوشي رول بالجمبري والسموك سامون بره وهديله لمع كده من الصوص اسمه سويا صوص هقول لكم برضو على الوصفه بتاعتها سويا هد... سويا سويو, سويو؟, سويو. غير السويا اه ده غير السويا بس هو سويا داخل فيه ومن كان اتعلم <تصفيق> <تصفيق> هنشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني في مطبخ 101 مع الشيف العظيم جدا وسام وبيعلمنا النهارده ازاي نطبخ سوشي ممكن تفضل معانا بليز طب انت انت كان ايه رايك اصلا في اول تجربه اول مره تعمل سوشي لا يعني. مبسوطه سعيده لطيف صح يعني سهل يعني هو مفيش آه وطعمه حلو يعني حاجات صغيره كتير يعني صغيره بس مهل. مقله ودل طب هنعمل بقى الجمبري وسموك سامن انا عايز احط السموك سامن من بره وعايز الجمبري يبقى من جوه مم. بس فالجمبري ده كده الجمبري هو طالع بيطلع مطول كده ازاي ان هو احنا بناخد هوريكي احنا بناخد جمبري زي ما هو ده كده الجمبري بقشره شفتي قبل كده صح؟ اكيد تمام انتي اصلا من القاهره ولا القاهره اوكي فاحنا دلوقتي بناخد ادي الجمبري بقشره شيلنا بس الراس منه خله شايفة هو هو اصلا متقوس كده مع نفسه م. احنا عايزين م. نفرده فمدخل الخله دي من تحت يا دوب من تحت الايه؟ القشر في قشر هنا يدوم من تحت لغايه ما نوصل عند الديل ونقف وهي. <تصلا> بس بعدين دي تتسلق على كده حتى مثلا الكنافه بالجباري بالكنافه بتاعة بتعمل نفس الطريقه دي تتسلق تتسلق مثلا مش اكتر من ثلاث دقائق يعني اكتر من ثلاث دقائق يبقى كده هو استوى بزياده تستوي بعد كده ايه بنشيل منه القشر يعني بس وده المنظر طبعا هو متنظف بقى من البتاع الحبل الترابي بتاعه ولا مش عارف اسمه ايه تحب الجمبري اه اه لطيف صح طيب آه، سموك سامن ده كده جارنش وسابي باودر هبشرح لك بقى الوسابي باودر قصه ايه بجد الواسابي باودر لطيف وحش جدا بجد ده احلى حاجه في السوشي اصلا انا باكل سوشي اصلا عشان الواسابي مش عشان اي حاجه ثانيه طيب ممكن البوله اللي فيها ميه دي ولا دي؟ دي؟ اه دي تمام طيب ادي كده الايه؟ سوشي شايف الخطوط؟ برضه ميك اور لايفز اوليبي ايزير احنا برضه نركز في الخطوط لما عشان لما نيجي نقطع يبقى ميكس اور لايفز ايزير يعني ده كده بيفرق عن كده ايوه فاهم فانا عايز الخطوط بالعرض لان انا بلف كده لو انا عملتها كده ممكن هتتكسر مني مم. وهي اصلا بتيجي ميد اب مع الخطوط بتبقى عامله هي عامله اه بالخطوط اه تمام right. سنه ميه لا تاتش يعني كده فاهم اه يعني مش مش كده لا الموضوع فن الموضوع فن ما قلت لك <applause> <يزم>. متكامل <applause> طب بتلعبي بقى بتزي... بتعزفي بقى بيانو جيتار كنت بعزف جيتار بس وقفت ليه؟ يعني حصل كده ظروف خاصة كده وقفت كل حاجة بقى فجأة فاهم؟ yeah. بقى لك كم سنة موقفة الموضوع ده؟ او وقفت وقفتيها كام سنه؟ عصي. خمس سنين خمس سنين طب وذاكرتك بقى في الجامعه ليها دعوه بال انا سياسه واقتصاد سياسه واقتصاد يس <applause> بتحبي yes. السياسه واقتصاد؟ نو no. <applause> <applause> ليه طيب؟ لا هي بجد يعني هي يعني اتس انتريستنج يعني ان انا بعرف حاجات في حته انا مش فيها خالص هو. فتبقى انت لما بتيجي تقعد في الحته دي والناس تقعد تتكلم فيها ما بتحسش ان في حاجه ما بتحسش ان انت جاهل اه بتحس ان انا عادي يعني ممكن اعرف ان مصر فيها كذا وبرا فيها كذا وبيحصل كذا وانفليشن وبرايسز فأيه. انت بقى سبلاي وديماند وكنزي وحاجات اللطيفة دي طيب <applause> إن... بس ال ال بس ده كان رغبتك ان انت تخشي سياسه واقتصاد ولا كان استخسار في المجموعة ولا كان بابا <applause> <دي. تصفيق> <applause> <applause> باباكي بابا لا هو بابا وجدت سعيد ان انا لان احنا كنا قاعدين بنشوف كذا اوبشن والاوبشنز كلها كانت يعني مش مش هي دي الحاجة اللي فعلا دعاء تخشها وتبقى حاسة ان هي فريدة فيها فاهم فسياسه واقتصاد حلوة في نفس الوقت تقيلة يعني دراسة دراسة فعلا ف يعني كانت حلوه يعني شموه لو بيشوفنا على حاجه ما بيبقاش بيتضايق طب بصي ما دام انت كنت بتلعبي جيتار مش ان إيه ب... لما بتمسكي جيتار بيبقى فيه كده يعني فرده الايد دي انا حاولت العب جيتار كنت فاشل جدا <تصفيق> 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 لا في حاجات كتير قوي بتحصل المهم يعني فالكوردات دي انت انت عايزه برده نفس الايه الماسكه نفس يعني انت لازم تدوسي على الوتر عشان تطلعي الصوت انت عايزين نفس القوه دي alright. لما انا لفيت البتاع ده انا يا دوب جريت بستخدم الحصير ان هو يخلي الرز يلف حوالين اللي في النص والحته دي طايره متطرفه اوكي بس لفيت بعد كده بشد لورا alright. عشان الحته بقى زياده آه. دي اللي حصلت اخمر تخش, تخش من جوه alright. بس وناخد بقى شويه ميه عشان بس ايه تلزق ونقفل الباقي. احنا ايه؟ عايزين نكمرها كويس جدا، عايزين نكتمها كويس جدا، الرز يبقى ايه؟ لازم، بس. اخر لفه. بكده ايه؟ عندنا الرول بتاعنا. حلو قوي. ثانكي ثانكي. دلوقتي بقى هناخد سموك سالمون ونحط بقى على الوش. مش ممكن اطير الحته دي. في ليونه يعني ما شاء الله <تصفيق> 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 طب احكي لي برضو انا عايز افهم انت آه ليه دخلتي سياسه واقتصاد يعني انت حابه حاجه في 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 الجامعه دلوقتي يعني في مواد مثلا بتحبيها جدا اه دلوقتي اه خدت على الموضوع والموضوع بقى بالنسبه لي يعني لايف ستايل فلا يعني خدت عليه وفي حاجات بفهمها وفي حاجات بستفيد منها م. في حاجات مثلا قاعدة مع اصحاب اهلي فيتكلموا في حاجه فاللي هو جاوب عليهم واقول لهم لا ده البرسنتج كذا في الميه واو بنتك ما شاء الله يا سمير ما شاء الله فاهم فاحس بقى بنفسي بقى طب على كده بقى انت انت كويسه بقى في الـ في الـ يعني بقى والحساب بقى بتعرفي تحسبي الحاجه بسرعه و... لا نطبخ <applause> احسن انا بس ايه هلف كده بس very lightly يعني خفيف مم. مش هدوس عليه جامد تمام؟ بعدين تك 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 بعد كده نقطعه بقى براحته <applause> 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 طب بجد ما ينفعش يعني ما تغني لنا أي حاجة؟ طب غني غني للسوشي طيب لا طب غني لنا؟ أنا اتفقت معايا اتفاق <applause> <applause> وقلت لي ايوه انا رجعت يعني في كلامي. انت برنامج مختلف انا رجعت في كلامي مميز فاهم؟ خليك مختلف ومميز لحد اخر حلقه بليز <applause> طيب بس ادي كده الايه؟ السوشي هناخد بقى النوليني معلش الفرشه البتاع ده <applause> الزرقاء ده صوص السويو السويو ده عباره عن سوي صوص وخل خل رز شويه سكر وكمان عليها شويه أعشاب البحر حاجة اسمها كامبو أنا كنت شرحها شرحتها قبل كده ما هو الكامبو كامبو ده أه عشب كده بي بي بيتجفف مم. وبيدي طعم لطيف جدا للصوصات اليابانية يا إيه دوب بس إيه إحنا كده بندي طعم للسموك سامون بدل ما هو بيبقى سموك بس كده مم. لأ بيبقى إيه واخد طعم تاني فأنا هرص دول هنا أنا مجهز الحتة ما تقلقيش خالص <applause> ايه كده اسمك سامن دورك وانا ايه المره دي بقى هركز معاكي جدا 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 عشان عايزك تطلعي انا عايزك تطلع مدوره مش مسلسلة انا عايز اه بالظبط وتطلع مظبوطه تمام اتفضلي فين الخطوط يا معلم؟ <applause> ايه اللي بيها؟ آه. <applause> نحط الحصيره الاول اه صح اهي <applause> عجبتني قوي بجد هو يبقى يا دوب يعني يا دوب سنه ميه كده جمبري بنسلقه في ميه ممكن نديله بقى شويه ورق لورا ممكن نديله اي توابل كده خفيفه شويه كرافس شويه بصل يعني بس عشان ما يبقاش طعمه جمبري صرف جمبري صرف لازم يبقى فيه حاجه ايه يبقى فيه حاجه مركبه كده معاه يعني حاجه طعمه معقد شويه همم <تكلم> <applause> تمام بيرفكت هنلف بالظبط كده لا امسكي الحصير مالكيش دعوه بالنوري ما تمسكيش النوري اه أو ماشي اوكي right. أوكي أعمل كده؟ اه هو كده دلوقتي هيطلع معاكي المثلث انت ماسكه انت انت طالعه لفوق <applause> اه استنى استنى ايوه جيتار وشدي لورا اوكي تمام يا رب تطلعي شيل الحصيرة بتطلع دايرة استنى بس لما ما احنا هنظبط الدايرة دلوقتي شيل الحصيرة اوفي ورجعي لورا لا ما هنا دلوقتي تمام هترجعي لورا اه وتدخلي بقى الكلام ده جوه ما في حاجة بتطلع امسكي بس. استخدمي الحصيرة هتسهل عليك بدل ما يعني ب... ايه؟ يعني انت اوكي شيلي ده لفوق ما انت مش عندك مش هناكل حصيرة شيل ده فوق وانت بت بت, بت... <applause> رول ايوه 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 بس كده بليز اطلع مدور بليز هيطلع مدور دلوقتي طعمي ايه بقى؟ طب شيل بقى شيل الحصيره خالص نايس برافو عليك حلو قوي استنى نحط بقى السالم وهنقطع الحته دي عشان مش, مش عايزينها <applause> بنفس ليونتك بالظبط يا سلام لا بص يعني فنانه برضه فنانه برضه والله آه فنانه برضه طب والله كويس يعني انا كنت تحب زي كده بقى اه مثلا اي ايا كانت يعني انت بس هتركزي بس في في التخانه بتاعتها في مثلا حته تخينه في حته رفيعه فلما تيجي تحط الناحيه الثانيه او الحته الثانيه تبقى ايه كلها طبقه طبقه واحده كده تطلعي بقى على البورد قطعي بقى حته عشان انا عايز ادقها اشوف ايه هيطلع معاكي ايه يا رب على فكره السوشي عمليه السوشي اسهل بكتير جدا مثلا من ان انا اعمل كباب حله ولا اعمل طاجن ورق عنب ولا اي حاجه من الحاجات دي يلا يلا ثانيه واحده اديني وقت يلا بينا اديني وقت يلا بينا استنى هتحط بقى ده لا قطعي الاول قطعي الاول بعد كده ايه اه صح بس نشيل ده اه دي بقى حسوات حسواكة شيفس هي الحته الحته دي مش عاجباني انا <مينا> بحب <أحش> اتكلم <applause> عن <على> نفسي كتير <تصفيق> 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 طب فين المره الجايه بقى هيبقى فيه بقى تقطيع بصل بقى وفخده دون نعيط و... وبتاع اه بالظبط كده ترا ثانك يو فيري ماتش هتعمل ايه في البيت؟ مم. بابا ماما وست جيدة وست وكل حاجة المهم هنشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله uh, keep on واستمروا في الطبيخ